بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأوفياء في كل مكان، نسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملعب القرية الرياضية ولقاء آخر عن بطولة القسم الممتاز بعصبة الشمال لكرة القدم، واللي كيجمع بين فريق اتحاد طنجة البلية وإف سي العرائش. النتيجة الآن كتعرف تقدم الفريق الزائر بهدف لصفر، والهدف اللي توقع قبل قليل من طرف اللاعب بزقول. إذن 1-0 لفائدة فريق إف سي العرائش. الهدف اللي جاء ضد نظرة اللاعب، حيت فريق اتحاد طنجة خلال اتحاد طنجة البلية خلال هذه الجولة الثانية فهو كان يعني رفع الايقاع ديالو، ضغط على الدفاع ديال الفريق الزائر، انما في حمله مضاده الفريق الزائر كيتمكن من افتتاح حصه تسجيل عن طريق اللاعب رقم 11 بزقول. اذا النتيجه الان 1-0 لفائده اف سي العرائش. ضربه خطا في وسط الميدان وراء الكره، الصحراوي قيدوم اللاعبين. إذن كما قلت في البداية ديال الشوط الثاني كان هناك ضغط ديال الفريق المحلي اتحاد طنجة البلية اللي حاول أن يوصل للشباك ديال الفريق الزائر، إنما في حملة مضادة الفريق الزائر كيتمكن افتتاح حصة تسجيل عن طريق اللاعب رقم 11 بزقول. وفي الأثناء هناك أحد اللاعبين اللي كان سقط ثم كينهض الآن باش يتجه إلى خارج أرضية الميدان باش يعاود يدخل في الوقت اللي غادي يسمح له الحكم انه يستنف المقابله. وكنذكر الساده المشاهدين على ان هذه المقابله يشرف عليها الحكم ايمن خليل كحكم رئيسي. وطبعا المساعدين ديالو فهناك شعيبي وكذلك محمد حسين. تغيير في صفوف فريق اتحاد طنجة البلية، غادي يدخل رقم 3 احد اللاعبين اللي يدخل، حيت اللاعب اللي خرج قبل قليل ما يمكنلوش انه يواصل المقابلة، ربما الاصابة ديالو منعته انه يواصل المقابلة، وبالتالي المدرب عمر بريما فهو كيقحم هذا اللاعب رقم 3 باش يعوضه يعني في هذه المقابلة. كاين رياح قوية الآن بملعب القرية الرياضية، ربما كتأثر بشكل خفيف على اتجاه ديال الكرة والتمريرات كذلك. الرياح الآن فهي لفائدة فريق اتحاد طنجة البلية. الكرة كتمشي عند رشيد العيدوني، كيسترجع أحد الزملاء ديالو. حملة مضادة لفائدة فريق اتحاد طنجة البلية. غادي يكون هناك سونتراج ولكن اللاعب تعطل، الكره كتضيع له في الاثناء كتجي من وسط الميدان. اذا محاوله لفائده اتحاد طنجه البلية في وسط الميدان، كتجي الكره عند الشعراوي، محمد الشعراوي كياخذ الكره بهدوء ولكن ضغط على حامي ديال الكره، وكيجي بوزيد ابرز عنصر واحسن عنصر في صفوف فريق اتحاد طنجه البلية، هو بوزيد قلب الدفاع اللي صراحه مقيم مقابله جيده ودائما كيكون هو يعني راجل ديال المقابله. اليوم كذلك فهو لحد الساعه قيم مقابله جيده. الان هناك محاوله لفائده اتحاد طنجه البلية من الجهه اليمنى، ولكن ضغط على حامل ديال الكره والكره كتخرج شرط لفائده فريق اف سي العرائش اللي قلت فهو تقدم 1-0. يلاه هذه واحد 8 ديال الدقائق باش سجل الهدف ديال التقدم، والان كنشوفوا احد اللاعبين تساقط على ارضيه الميدان. الحكم ايمن خالي كيتوجه كيعطي الاشاره للممرض ديال الفريق باش يدخل ارضيه الميدان يوجد يعطي الاسعافات الاوليه للاعب.
بالنسبه للاخوان اللي كيشاهدونا يمكن يرفعوا من عدد المشاهدين بوضع بارتاج ناد النقل المباشر. وطبعا الهدف غادي يكون الصوره ايصال الصوره لاكبر عدد من المشاهدين او عدد من المهتمين. هناك محاوله لفائده اف سي العرائش تمريره داخل منطقه ديال الجزاء، ولكن الكره حكم ايمن خليل كيعلن عن خطا لفائده الدفاع. ربما يكون تغيير كذلك في صفوف فريق اف سي العرائش. هناك محاوله لفائده فريق اتحاد طنجه الباليه. الشرط كيتنفذ في هذا الاثناء عند رقم 14، غادي يعطي كره للخلف عند رقم 6، عنده كره تمريره عند رشيد العيدوني، تمريره جميله عند رقم 7 غادي يكون تمريره، ولكن هناك ضغط على حامل الكره، تمريره غتكون الجهه اليمنى 16، رقم 16 كيفتح كره الجهه اليمنى، غيكون سونتراج، ولكن الكره ربما مقطوعه، اذا الكره مقطوعه من طرف الدفاع، طرف قيسي الظهير الايسر ديال فريق اف سي العرائش اللي متقدم في هذا المقابله لحد الساعه بواحد 1-0. الشوط يتنفذ في هذا الاثناء من طرف اللاعبين ديال طنجه الباليه من جهه اليمنى، غيكون سونتراج، ولكن هناك مجموعه ديال المدافعين و كيسقط اللاعب ديال اتحاد طنجه الباليه، والكره كتجي عند الدفاع عند قيسي كيخرج خرج كره من موطع ديال من مكان ديال الخطر. هناك تبادل كروي، ولكن كاين هناك الضغط ديال اللاعبين ديال الضغط ديال اللاعبين ديال اتحاد طنجه الباليه، والكره كتخرج الشرط لفائده اللاعبين ديال فريق اتحاد طنجه. طبعا الجوله الثانيه وفريق اف سي العرائش متقدم بهدف لصفر، والنتيجه لا تعكس مستوى المقابله، حيث كاين هناك يعني واحد السيطره خفيفه شيئا ما لفائده فريق اتحاد طنجه الباليه. هناك انذار لكن فريق اتحاد طنجه الباليه مطالب ب يعني رفع الايقاع والضغط على الدفاع ديال الفريق الجزائري باكبر عدد من المهاجمين. فربما مع مرور الوقت المدرب عمر بريما غادي يحاول انه يعزز الخط الامامي بلاعبين بشي مهاجم او لا جوج. اذا بقينا على هذه الحاله هذه فالنتيجه هي لصالح الفريق الجزائري، وهناك صعوبه ان الفريق اتحاد طنجه الباليه يعني هناك صعوبه انه يقدر يعدل الكفافه بهذه الطريقه هذه. كننتظر ربما كننتظروا ان يكون هناك ربما شي تغيير او تغييرين في وسط الميدان الهجومي او في الخط الامامي. طبعا فشفنا خلال الجوله الثانيه دخول المهاجم رشيد العيدوني اللي عنده فرصه انه يعدل الكفه، ولكن كان هناك احد اللاعبين اللي سبقوا وخرج كرة للزاويه في الوقت اللي كان سقط رشيد العيدوني وكان كيطالب بركله جزاء. كان هناك سيطره خفيفه ديال اتحاد طنجه الباليه، انما الفعاليه الهجوميه راه ما كايناش. هناك محاوله الان عند رشيد العيدوني، رشيد العيدوني كيرجع كره رقم 3 ولكن كضرب الدفاع كيتدخل. كانت هناك فرصة من أجل التعديل في هذا الأثناء، كانت فرصة جميلة. لأن بالنسبة لعمار كريمة فهو غير لحد الساعة جوج ديال اللاعبين، رقم 3 اللي دخل باش يعوض الخروج الاضطراري ديال أحد اللاعبين، هو رقم 3 اللي أمامكم، وكذلك هناك رشيد العيدوني الخطأ، أيمن خالي كيعلن عن خطأ لفائدة اتحاد طنجة البالية. إذا جوج العناصر اللي كيدخلوا في المقابلة في الشوط الثاني رشيد العيدوني وكذلك اللاعب رقم 3، وكرة ثابتة لفائدة اتحاد طنجة البالية إلى تنفذت بشكل محكم. فرشيد العيدوني فكيمتاز هو بالضربات الرأسية ديالو، فكيمكن يشكل خطورة، لكن التنفيذ ديال ضربة خطأ خص يكون بشكل محكم وبشكل ذكي، الكرة تكون منطقة ديال الجزاء نحو الرأس ديال المهاجم اللي كيجيد القطف الضربة الرأسية. لذلك لا
تلعب كرة بسرعة رقم خمسة، كانت فرصة هاد الكرة هذه كانت خصها تكون نورمالمون عند في اتجاه ديال رشيد العيدوني اللي طويل القامة. هنا كان شفنا كيفاش أن اللاعب رقم خمسة الشعراوي، الشعراوي هو اللي كان ارتقى على هاد الكرة هذه، وكان يعني كان قريب انه يضرب كرة بالرأس ديالو ويوقع هدف ديال التعادل، انما الكرة كانت يعني قوية وما تمكنش منها، وبالتالي كتخرج 5 متر و50 لفائدة فريق اف سي العرائش. في هذا الاثناء هناك احد اللاعبين اللي كيستعد باش يدخل رقم 8 اللي غيدخل مكان احد اللاعبين اللي خرج في هذا الاثناء هذه، والهدف طبعا هو الحفاظ على التقدم لحد الساعة لفائدة الفريق الزائر. رقم 8 هو اللاعب العناية كينريح الآن، فهي يعني رياح قوية بملعب القرية الرياضية. قيس هو اللي غينفذ الشرط، كينفذ اتجاه أحد اللاعبين، كرة كتمشي عند بوزيد اللي كيخرجها من الشرط. تبارك الله عليك السي حسان، تحية لك أخي الكريم، كيف حالك؟ كنتمنى إن شاء الله تكون بخير أنت والأسرة وجميع الرياضيين بمدينة العرائش وكل الرياضيين عبر العالم. تحية لكم جميعا ومرحبا بكم على هذا المباشر اللي كان نقلوا من خلاله أطوار ديال الجولة الثانية بين فريق اف سي العرائش وطنجة البلية. نتيجة كما قلت تقدم فريق ديال اف سي العرائش بهدف ليس طبعا الافضليه من ناحيه لا بوزيسيون بال في هذا الشوط الثاني لفائده اتحاد طنجه الباليه، انما الفعاليه الهجوميه نقصه حتى في الوقت اللي فريق ديال اف سي العرائش هو كيكتفي بالحملات المضاده. وكذلك سلالات الجانبيه من حين لاخر، رقم 11 هو مسجل الهدف الوحيد في هذه المقابله، كانت عنده كره قبل قليل ولكن كتخرج له شرط اللي غيتنفذ في هذا الاثناء هذه، غيتنفذ عند بوزيد اللي قلت احسن عنصر في هذه المقابله. وطبعا بوزيد كيبقى دائما احسن عنصر في التشكيله ديال فريق اتحاد طنجه الباليه، بوزيد هو قلب الدفاع اللي قيم مقابله جيده. الكره كتمشي عند رقم 3، أيمن خالي كان متبع العملية، وبالتالي هو كيعلن عن خطأ لفائدة فريق اتحاد طنجة البلية. كرة في الوسط عند حلاوي، كيعطي الكرة الجهة اليسرى عند رقم 6، كتفتح في هذا الأثناء الكرة فرصة مزيانة. لا وليدي لا وليدي لا والو، هذا ماشي تمريرة، هذيك راه ديك قذفة ماشي تمريرة، مرر وليدي مرر ماشي تقذف، كرة مزيانة لا زاوية زاوية، خرجت خرجت خرجت. وفينك فينك عمي الحكم؟ حكم مساعد ما شافها شيء، ولكن هي راه كانت خرجت، يمكن الكرة مازال ما تجاوزتش خط ديال المرمى. الله يعطيك الصحة ودي السي حسن، كنتمنى لكم التوفيق، فريق النسوي ديالكم كذلك نتمنى له التوفيق ان شاء الله. رياح قويه كنعتذر الا كانت الصوره كتحرك من حين لاخر، وهذا بفعل الرياح القويه. الكره كترجع لنا للوراء عند الدفاع ديال فريق اف سي، تمرير نحو الامام، بوزيد كيقطع هذه الكره كيرجعها. محاوله لفائده فريق اتحاد طنجه الباليه من الجهه اليمنى، ولكن تعطل تعطل، كرة تمريرة خاطئة تشكل خطورة عند رقم 9، هذا رقم 9 هو كيخوض أول مقابلة في يعني أول مقابلة ديالو مع فريق اف سي العرائش، كتمشي على الكرة عند رقم 11، ثم كذلك كتمشي عند الجناح الأيسر، وبوزيد كيقطع هذه الكرة هذه، أنا قلت بوزيد عند رشيد العيدوني ولكن كرة بعيدة عليه،
رشيد العيدوني طبعا هو ربما كيفتقد شويه اللياقه البدنيه، معروف عليه انسلالات، معروف عليه الامكانيات ديالو الهجوميه. مقابله كما كتشوفوا مقابله عاديه، ما كاينش شي مستوى تقني كبير، مقابله كتبقى عاديه، انما محاولات الهجوميه ديال فريق اتحاد طنجه الباليه كتبقى لحد الساعه محاولات محتشمه. ربما خص مزيد من الفعاليه في الخط الامامي. تمريره جميله عند راشد العيدوني ولكن بعيده عليه، بعيده عليه راشد، خليتيها راشد العيدوني. فطبعا كما قلت كيفتقد شويه اللياقه البدنيه طبعا، لانه ربما كان تصاب. الله الله الله، مشى مشى بوزيد بوزيد، الله 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 الله، محاولة ولكن لا بأس لأن المهاجم كيقذف الكرة، يعني تسرع وقذف، أما هو بوزيد كان منهزم في هذه اللقطة هذه. بالنسبة للإخوان ف كما قلت فما فيها بأس إلى إخوان كاملين عملوا بارتاج باش تكون باش هذا الصور يعني شاركوها مع باقي المهتمين الرياضيين. قذفة قوية ولكن خارج كتسقط في ملعب التداري ديال اتحاد طنجة، كتجاوز الشباك الخلفية للمرمى وبالتالي كتسقط في مركز ديال في الملعب ديال التداري ديال اتحاد طنجة. كرة تمريرة خاطئة تمشي عند رقم 9، هناك محاولة الآن فريق اتحاد طنجة البالية كيسترجع كرة والحكم كيعلن عن خطأ لفائدة رقم 10 في صفوف فريق اتحاد طنجة البالية. تنفذ بسرعة، غتكون محاولة خطيرة هذه. سير، هناك تراجع ديال اللاعبين، تراجع ديال اللاعبين. سير وليدي، يلا وليدي، سير وليدي، تعطلتي لمنها تعطي ما كاينش. أنا قلت فعالية الهجومية راه ما كايناش، فعالية هجومية ما كايناش لدى اللاعبين ديال اتحاد طنجة البالية. طبعا هما كاملين لاعبين شباب، معظم اللاعبين فهما شبان، يعني بعد 50% لاعبين شباب. ربما هناك بعض الغيابات في صفوف هذا الفريق. الشعراوي كيقطع هذه الكرة، عطي كرة رقم 3، كتضيع له الكرة، كيولي هجوم سريع ولكن خطأ. الحكم غادي يوجه هو البطاقة الصفراء، لأن الحل الوحيد اللي كان عنده هو البطاقة الصفراء للشعراوي اللي تدخل، كان عليه أنه يتدخل باش يوقف يحد من الخطورة ديال هذا اللاعب. كانت محاولة حملة مضادة سريعة من الجهة اليمنى، والحكم أيمن خالي كيعلن عن خطأ لفائدة فريق اف سي العرائش. وراء الكرة رقم 11 مسجل هدف التقدم في المقابلة لحد الساعة. كرة بعيدة بواحد 27 متر على الحارس الفداء الأثناء، فغادي يقدر كتضرب في الحائط وكتخرج كرة شرط لفائدة فريق اف سي العرائش. تحية متبادلة السي محسن، بارك الله عليكم السي محسن. رياح قوية في هذا الأثناء بملعب القرية الرياضية. رقم 11 كان غادي يقذف الكرة ولكن ما تمكنش منها، بوزيد كيخليها للحارس. فريق اتحاد طنجة البالية كيمكن له يعدل الكفة ولكن ماشي بهذه الكيفية.
يكون عنده اكبر يهجم اكبر عدد من اللاعبين. ربما هما التغييرات الان وما الحل غيجي خلال هذه التغييرات اللي كنت قلت انا. ربما هذا طبعا هذاك اللاعب تما رقم 15 و18 و19 فهادو لاعبين جوج اللاعبين اللي غيكونوا كيهموا الخط الامامي وغيكون هناك لاعب ديال خط وسط الميدان. الحلاوي كيخرج من وسط الميدان وكذلك غادي يدخل احد المهاجمين الشباب. ثلاثة ديال التغييرات في وقت واحد ربما غادي يكون هناك انتفاضة ديال الخط الأمامي. إذن كتوصل المقابلة كرة عند بوزيد اللي غيرمي بها نحو الأمام. بوزيد كيدفع الكرة نحو الأمام كتمشي عند الجناح الأيمن. كرة عند بوزيد. بوزيد كيرفع كرة نحو رشيد العيدوني ولكن مقطوعة من طرف أحد المدافعين. شرط لفائدة فريق اف سي فريق اتحاد طنجة البالية. طبعا رقم 19 فهو كنشوفوه في الخط الأمامي. مجموعة ديال الغيابات في صفوف فريق اتحاد طنجة البالية منهم طبعا هو سفيان حمزة. كرة عند رشيد العيدوني كيروح مباراة مزيانة ولكن كرة كتخرج له 5 متر و50 كتمراوغة جيدة ولكن كرة كتبعد عليه وكتخرج 5 متر و50. رشيد العيدوني مازال ما استرجعش المؤهلات ديالو. هذا النتيجة اللي في صالح فريق اف سي العرائش بواحد من زيرو. فائدة فريق اف سي العرائش الهدف الثاني. خطأ دفاعي خطأ دفاعي فهو كيكلف فريق اتحاد طنجة البالية الهدف الثاني كما تبعتوه قبل قليل. فكان هناك خطأ في وسط الميدان كيتستغل وكيجي هذا اللاعب اللي مشى وسجل الهدف الثاني. فريق اتحاد طنجة البالية كان أفضل من حيث لا بوسيسيون من حيث الانتشار من حيث لا بوسيسيون ديال الكره امتلاك الكره ولكن حملات مضاده فريق اف سي العرائش كيتمكن انه يوقع جوج ديال الاهداف في جوج ديال المناسبات. صراحة اتحاد طنجة البالية ما كيستحقش يكون متخلف لحد الساعة بجون زيرو لأنه في جميع الحالات فهو قيم مقابلة يعني جيدة. إنما بعض الأخطاء كانت مكلفة أخطاء دفاعية ما نقولوش أخطاء دفاعية لأن حتى الأخطاء جاية من وسط الميدان. الضغط على حمل الكرة عند الشراوي ولكن كيجيبوها اللاعبين ديال فريق اف سي العرائش
محاولة بوزيد، الله يعطيك الصحة بوزيد. بوزيد كما قلت فهو رجل المقابلة في الدفاع ديال فريق اتحاد طنجة البالية. فريق اتحاد طنجة البالية اللي كيعتمد على لاعبين شباب، لاعبين شبان، وكيعتمد على أبناء الفريق. معظم اللاعبين اللي كاين هنا تقريبا 90% أو 95% فهما لاعبين ديال المدرسة ديال اتحاد طنجة البالية، لاعبين مازال صغار. سبق لي قلت بلي ان فريق اتحاد طنجه فكيعاني، اتحاد طنجه الباليه طبعا كيعاني من غيابات مؤثره في هذه المقابله هذه، بينهم طبعا سفيان حمزه. فريق لحد الساعه يعني قائم مقابله، يعني اللاعبين شباب عام المقابله يعني مزيانه، انما بعض الاخطاء هي اللي كلفت يعني كانت استغل الفريق الخصم وتمكن انه يوقع جوج ديال الاهداف، وتبعته واحد الهدف، الهدف الثاني تبعته مباشره قبل قليل. الايقاع ديال المقابله ايقاع متوسط، كذلك الاداء التقني ديال اللاعبين اداء تقني متوسط. تمريره خاطئه، الحكم كيرجع المكان ديال الخطا وكيعلن عن الخطا. ايمن خالي كيرجع وكيعلن عن خطا لفائده اللاعب رقم 10، هو من شبان الفريق. كره خرجت الشرق لفائده اف سي العرائش. اللاعب رقم 23 هو اللي غادي ينفذ الشرط، كيتنفذ بسرعه عند رقم 3. تمريره عند رقم ركن الشعراوي، الشعراوي كيرتكب خطا ضد رقم 10. بالتالي ايمن خالد كيتابع العمليه وكيعلن عن خطا لفائده فريق اف سي العرائش اللي متقدم في هذه المقابله 2-0 لحد الساعه. فالافضليه من ناحيه لا بوسيسيون الكره، امتلاك الكرة طبعا لفائدة اتحاد طنجة البالية. انما لا 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 الهدف لا، اورجو اورجو اورجو، كاين الحكم اللي كيعلن عن اورجو، الشعيبي كيعلن عن شرود. هناك خلل في المنظومة الدفاعية لفريق اتحاد طنجة البالية، الشيء اللي كيجعل انها كتستغل بشكل جيد من طرف المهاجمين ديال اف سي العرائش. تمريره خاطئه كتجي للامام، كاين تمريرات في وسط الميدان اللي ماشي محكمه، بالتالي كتستغل بشكل جيد من طرف اللاعبين ديال اف سي العرائش. كذلك هناك تباطع ديال الحملات المضاده لفريق اتحاد طنجه الباليه، اللي كيتباطأ شويه في قيام الحملات المضاده ديالو. حاولة جميلة، يزيد اولدي زيد 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 زيد. راشد العيدوني هدف، راشد العيدوني كان جميل، هدف جميل. راشد العيدوني كيوقع كيقلص النتيجة 2-1 كما شوف. راشد العيدوني هو قناص، واخا ديك الحس التهديفي ديالو فهو حضر، واخا ان اللياقة البدنية يعني مازال ما استرجعاش 100%، ولكن الحس التهديفي ديالو فهو حاضر.
حيت ان كان عمل جيد من طرف اللاعب رقم يعني اللاعب في الجهه اليمنى اللي راوغ مجموعه ديال اللاعبين وتمكن انه يتمكن انه يمرر كره جميله عند رشيد العيدوني اللي بلا ما يوقف الكره سون كونترول بالتالي كيحول الكره داخل الشباك باش تعلن عن الهدف الاول لفائده اتحاد طنجه الباليه. ربما الايقاع دابا ربما غادي يسخن شويه الايقاع. حنا بغينا اتحاد طنجه الباليه يمشيو للامام يمشيو للامام من الهزيمه ما صالحاش يسير الامام صاحبي زيد يكون كثافه عدديه من ناحيه الخط الامامي. كنشوفوا اللاعبين ديال اف سي العرائش راجعين الدفاع وبغينا حنا نرفعوا من عدد المهاجمين بغينا نرفعوا العدد ديال المهاجمين وما تعطلش يا صاحبي غادي عليك تما تشكل خطور. ها اللي قلنا ها هو خطا في وسط الميدان ها هو كيتستغل ها هو ولا غيولي هجوم مضاد سريع دابا لفائده يمشي العرائش. قيسي غادي يمر الكره نحو الامام كتمرر ولكن تما بوزيد الله يعطيك الصحه والدية بوزيد قطع هذه الكره هذه مشى الكره عند رقم 6 وطلق راسك دغيا ما تعطلش يا صاحبي طلق كره دغيا راه هو عبر عليك ما خلاكش تخرج كره هو اللي ربح ماشي ذكي كنت ذكي كنت تخرج كره فاطمه ما عندك ما تعمل بها. ها عطيتي فرصه للاعبين يرجعوا ها هما رجعوا الاماكن ديالهم دابا يلا وليدي يلا راه يمكن لك تزيد لمن غتعطيها الكره لمن غتعطيها الكره جوج لواحد صراحه التصوير هنا في الملعب الارضيه ما كيعطيش صوره واضحه لان شفت محاوله فائده اف سي العرائش فين الحارس عطل الحارس لا ولا والو الحكم كيشوف حكم مساعد اعلن عن زاويه الحارس ما خرجش كنت تخرج الحارس تخرج في الاول كنت تخرج ديكاجي كره برجلك صافي لا ما تسبب تسبب شي فرصه. إذا الزاوية اللي غتنفذ في هذا الأثناء تنفذ من طرف أحد اللاعبين اللي رقم 11 اللي ماشي بشوية عليه مسجل الهدف الأول ماشي بشوية عليه ماشي عفوا رقم 3 هو اللي غادي ينفذ هذه الزاوية هذه بشوية عليه أيمن خليل كينبه رشيد العيدوني وكذلك أحد اللاعبين كينبهو تغيير في الاثناء دخول احد اللاعبين في صفوف فريق اف سي العرائش ورقم 3 مازال كينتظر الاثناء غينفذ الزاويه ها هو اطلق الاشاره من عند الحكم تمر جميله ضربت في اللاعب ضربت في اللاعب يلا يلا هلا بوزيد يلا ها عطى الكره مزيان يلا وليدي يلا يلا قطع جا السنترال قطع هذه الكره هذه جا السنترال هو اللي قطع هذه الكره هذه كانت غتكون حمله مضاده سريعه اطلعوا صاحبي الامام طلعوا الامام مش عندكم اخطاء دفاعيه في وسط الميدان صراحه كتكون جد يعني كتشكل خطوره كبيره على الدفاع ديال فريق اتحاد طنجه الباليه. ها 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 يا تمريره خاطئه في وسط الميدان كره ضاعت في وسط الميدان لا بس لا هي محاوله فرصه سير ها تينا صافي ها وقت يلا 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 انذار فخص يجب اعتماد التمريرات السريعه الا بغيتي تخترق هذا الجدار الدفاعي ديال اف سي العرائش فاللاعبين مطالبين انه يعتمدوا التمريره السريعه يعني التمريره الواحده والسريعه في نفس الوقت باش تقدر تخترق يعني تعمل ارتباك في الدفاع. اما الى اعطيتي الوقت للتمرير ديالك فحتى المدافع كيلقى مناسبه باش ياخذ التموضع ديالو الجيد. هناك محاوله ديال تعديل الكفه خصوصا وان الرياح لصالح فريق اتحاد طنجه الباليه رقم 10 هو اللي وراء الكره غادي نفذ قويه ولكن الدفاع كيقطع الكره هذه كتجي عند الشعراوي الشعراوي كيحافظ على الكره ديالو كتولي شر لفائده الشعراوي لا شر عند مره جميله مباشره عند الحارس مباشره عند الحارس طبعا الفريق الزائر كيطالب بالوقت ولكن الحكم ما غاديش يشوف غيسمع الفريق الزائر شنو كيقول الحكم كيشوف الوقت ديالو عنده الوقت ديالو عنده المساعدين ديالو كذلك المندوب كيشوف التوقيت ديالو وصاحب القرار هو الحكم الوسط ضابط الامور ديالو ما يديها لا في الفريق المحلي ولا الفريق الزائر هو كيعمل شغله واللاعب كذلك خصو يعمل شغله وكذلك المساعدين كيعملوا شغلهم
لا صاحبي يلا طلعوا عباد الله الدراري دوز جوج ديال الدراري واقفين بلا حتى شي مصلحه تما في الوسط. خمسه ديال اللاعبين ديال الاتحاد اكثر من خمسه في الوسط. طلع صاحبي طلع الفوق طلع الفوق. ها حنا باقيين ها هي ضاعت كره تولي خطوره. ها هي لاباس يقطع ابو زيد صافي صافي لاباس ابو زيد باس ابو زيد طلع ابو زيد طلع ابو زيد طلع له الدم. ها هو ابو زيد عطى كره مزيانه يلا وليدي يلا عمل السونتراج برافو. اول مره كنشوفوا شي كره كتسونتر مباشره. رشيد عيدوني رشيد عيدوني عنده كره ديالو يلا وليدي مره مزيانه لكن خلات خاتم الحارس والو كان باغي يقذف كان باغي يقذف وما لقاش من نهايه المقابله فوز فريق اف سي العرائش 2-1 في هذه المقابله هذه اللي كتدخل في اطار فعاليه الجوله الثامنه من بطوله القسم الممتاز بعصبه الشمال لكره القدم. زائر المشاهدين شكرا جزيلا على اهتمامكم وتتبعكم وموعدنا ان شاء الله يتجدد خلال الدورات المقبله. الى اللقاء. عبد الرزاق